Christian name. Mazal Shiyeh. Mazal Aliya. Mazal Jamin, Ittihad Baladiyin, Sahib Al-Mad Al-Jnubi, اللي صاروا ممثلوا الموجودين هون على هالمسرح. اهلا وسهلا فيكم جميعا ببلديه الحزميه. وهلا نبتدي رسميا مؤتمرنا بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد بلديه الحزميه البلديه المضيفه. مش كتير اتصمت ناطرين بس ليقلع السد. الشباب والصبايا باسم الحزمية المضيفة لهالمؤتمر باسم رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحزمية، اسمحوا لي اني رحب فيهم. بال 2015 كانت شرارة البداية وكان المؤتمر الأول على هالمسرح. بال 2017 كثير أشياء تغيرت وتطورت ويمكن توسعت. شو صار بهالكم سنة؟ خلينا نسمع سوا القصة كاملة من شباب عيشوا التجربة من أول خطوة ولغاية اليوم. أهلا وسهلا بالهيئة الشبابية المنتخبة لاتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي. ولحتى نعرفكم عليهم أكثر بالأسامي، من الحزمية تاتيانا عطلة، جورج بوني، شامي المسعد، وبشارة الغاوة. من فن الشباك ميشيل سمعان، بيترا نابل، وستيفاني شاهول. من الشياح كميل غاليوس، منال دابل، أليكا بيطار، وشامل شمش. ومن عليا عبودي بجن. معهم
رح نعلن هلا انطلاق مؤتمر الشباب الثالث ببلدية الحزمية والأول باتحاد بلديات ساحل البدر الجنوبي. شكرا شباب، ميرسي كثير لكم، تفضلوا إذا بتريدوا. وهلا رح ننتقل لتقديم مكتب التنمية. بس قبل ما ننتقل لتقديم مكتب التنمية في فقرة أنا نسيتها بدكم ما تبارزوني عليها. رح نرجع نعذبكم شباب. إنه بدنا نسمع القصة كلنا سوا نحن وياكم، فرح نبلش معكم والميكرو لكم، معوض الميكرو يكون معي. بلشت قصتنا بحزيران 2015 لما قرر رئيس مجلس بلدية الحازمية جون أسمر ضرورة إشراك الشباب بالحياة البلدية. بلشت الاجتماعات المتواصلة، استعنا بخبراء بعدة مجالات ليحكوا لغتنا ويواكبونا بمشاريعنا. وهون كان التعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة اللي رافقت بلدية الحازمية مشوارها المتميز. فكان المؤتمر الأول بحزيران 2015 اللي شارك فيه أكثر من 200 شاب وصبية. هدف هيدا المؤتمر تعزيز مشاركة الشباب بالحكم المحلي، زيادة التواصل بين البلديات والمجتمع، بالإضافة لتعزيز مفهوم الحوار والديمقراطية عند الشباب. بعد المؤتمر قامت بلدية الحزمية باجتماعات متواصلة معنا لإعداد خطة تنموية اعتمدت بشكل أساسي على مشاركتنا. من هون بدأت اللجان الشبابية، وكان لابد من تأمين استدامة وجودها ومشاريعها. فكانت ولادة مكتب التنمية المحلية ببلدية الحزمية اللي شكل المحرك الأساسي للرجال، واللي تمثل دوره ببث دينامية حول أفكار وحاجات الشباب لمشاريع حقيقية بتعبر عن تطلعاتهم وبتعود بالفوائد الاقتصادية الاجتماعية البيئية الرياضية والثقافية على المنطقة. ما وقفت قصتنا هون، قررنا نروح أبعد، وهالمرة نطال خبرتنا وحلمنا كل بلديات اتحاد ساحل المتن الجنوبي تحديدا فن الشباب والشياب. وقررنا نحتفل بمؤتمر الشباب التالي يومها باطار مشروع اليونسكو شبكات الشباب المتوسط والممول من الاتحاد الاوروبي، وبالتنسيق مع جمعيه صوت الحي تم اطلاق مشروع الشباب والحكم المحلي. الهدف تمكيننا من الانخراط في الشان العام المحلي والتشبيك بين شبيبة بلدياتنا لتكون صوتنا ومسموع. بلشت التدريبات المتواصله على فتره 4 أشهر. تم تدريبنا على مواضيع متعددة متنوعة، منها المهارات، فن الخطابة والإلقاء. تمكننا خلالها من تحسين قدراتنا بمجال الإلقاء والتحدث بالأماكن العامة. من هون تعلمنا أن نتغلب على خوفنا ونوقف مثل ما واقفين هلا ونحكي لكم قصتنا. مش بس هيك، استكملت نشاطاتنا وتدريباتنا ودوراتنا المتميزة حول مواضيع أساسية لتنمية مهاراتنا، منها القانون البلدي. طرقنا لمواضيع اجتماعات المجلس البلدي، للصلاحيات البلدية كما والانتخابات البلدية وآلية حصولها، وصولا لآلية تطوير قنوات التواصل بين البلدية والمواطنين. كرمال نعرف كيف نخاطب المنظمات ونعبر عن حاجاتنا ونأثر فيهم، دربنا على كيفية كتابة المشاريع التنموية ووضع الميزانية الخاصة فيها. هون عدة مشاريع أبصرت النور، نتمنى نحققها على المدى القريب، منها مشروع مكتب التوظيف. وما ننسى حاجة مشاريعنا لمتابعة، فكانت دورة حول إدارة المشاريع تعرف على مراحلها وأهمية التخطيط فيها. وما وقفنا هون، بما أن الإعلام بيلعب دور مهم بحياتنا، تدربنا على استراتيجية التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة. وأخيراً لأنه العمل ضمن مجموعة هو أساس العمل الناجح، دربنا على أهمية العمل كفريق. خلصنا، خرجنا، وصلنا جاهزين لخوض مغامرة الشأن العام. انتخبنا الهيئة الإدارية وانضمت لنا شبيبة عليا بحماس، آمنت مثلنا بدورنا الأساسي في العملية التنموية. بلشنا نجتمع مثل أي مجلس بلدي، وريس جون عم يدربنا لنكون على الطريق المضبوط. هدفنا هلا إنجاح المؤتمر اللي رح نتبادل فيه الرؤى والأفكار اللي بدناها مع الوزارات المعنية والمنظمات اللي بتعنى بأمور الشباب. ننطلق انطلاقة جديدة لوطن جديد أساسه البلديات الناجحة. نحن هون لأنه عنا حلم حابين نغنيه، لأنه عنا مستقبل حابين نصنعه، لأنه إيماننا ببلدياتنا كتير كبير بصناعة وطن سليم، لأنه بلدياتنا مدت لنا إيدها وآمنت فينا، لأنه نحن الابتكار ونحن التغيير.
محلية مش مجرد كلمة ولا مجموعة نشاطات بنعملها خلال السنة. التنمية المحلية هي عمل مستدام ببلش اليوم وبيكمل معنا لبكرة. هالعمل عم ببلش صحيح معنا اليوم بس رح يكمل مع أولادنا ويمكن مع أحفادنا كمان حتى يبقى بلداتنا بنشوف حالنا فيهم وبننتمي لإلهم بشكل مناسب. سوا خلينا نستقبل إذا بتزيدوا على هالمسرح مسؤولية مكتب التنمية ببلدية الحزبية السيدة حنان الهضر حتى نحكي سوا نحن وحنان عن خبرتها عن رؤية مكاتب التنمية للاتحاد وعن المشاريع الجديدة يلي ناطرنا. تفضلي. مسا التنمية مسا المستقبل. شكر كبير للشخص اللي آمن بقدرات شبابنا وحط كل ثقته فيهم. دعمهم بكل قواه المعنوية قبل المادية. أطلق شرارة إنشاء مكتب التنمية المحلية بالبلدية للعمل معهم على بناء قدراتهم تتكون ناجحة بكل ما للكلمة من معنى. لقيادة المجتمع على كافة الصعد السياسية الاجتماعية والبلدية وجوده بيناتنا وتدريبه لإلنا لنستفيد من خبرة 25 سنة بالشأن العام كان قيمة مضافة للهيئة. شكرا رئيس مجلس بلدية الحزمية جان الأسمر. إنشاء مكتب التنمية بالبلديات عامة من مداخل بالهيكلية الإدارية للبلديات، إنما بينبثق فكرة إنشاؤه عن رؤساء بلديات عندهم رؤية مستقبلية وعندهم إدراك تام إنه التنمية بالمجتمع تتطلب أفكار جديدة ودم جديد وحماس الشباب للاستمرار بالنهوض بالازدهار وتأمين ديمومته. فكانت الفكرة من بلدية الحازمية وهيدا للإناء ببلديات اتحاد ساحل المتن الجنوبي. نعم من سنتين ومثل هاليوم بالذات ضوى مكتب التنمية المحلية شمعته الأولى واليوم طبق السنتين. من سنتين بلش بوضع استراتيجية عمل بتتماشى مع أحلام الشباب وإنماء المنطقة. نعم مكتب التنمية مع مرور سنتين على إنشائه حقق الكثير على كافة الصعد الإنمائية من صحية واجتماعية وبيئية وثقافية. وامتد عمله على بلديات الاتحاد وقررنا نعمل خلية عمل مشتركة تشتغل على تحقيق نفس الأهداف اللي انطلق من أجل مكتب التنمية، مما لفت اهتمام المنظمات الدولية لعملنا وقدموا كل دعم وتشجيع. صحيح تحققت لكتير لكتير وأحلامنا أكبر بكتير وما رح يوقف طموحنا هون. طموحنا إنه تشكل بلدياتنا منارة ضوء على المناطق المجاورة ونصير نموذج يتعمم تنشوف لبنان كله منارة ومدينة فاضلة بسودة إصغاء أصحاب مواقع القرار، الحوار البناء لشراكة أفضل تينبثق القرار الصائب مثل ما هو الحال ببلديات الاتحاد. نعم ومن هون أطلقت الهيئة الشبابية للاتحاد شعارها وطني بلديتي، لأنه إذا كانت بلدياتنا وبلداتنا بينعموا بالرخاء الوطن كله بيكون منارة مثل ما بيخبرونا عنه ومثل ما حلم فيه رجالات وقيادات لبنانية كبيرة مثل كميل شمعون فؤاد شهاب وشال مالك وغيرهم كتار. وليش لا ما بيطلع من شبابنا هون قيادات كبيرة تتبوق نفس المناصب وتحقق لنا أحلامنا. ولنقدر نوصل لهون ضروري نستفيد من خبرات كبيرة ومن ناس سبقونا بالتعاطي بالشأن العام. مشان هيك رح نطلق اليوم هالمؤتمر تيكمل الشغل الماضي ويبني المستقبل بالطريقة اللي بدنا إياها بواسطة أخصائيين رح يناقشوا على طاولات الحوار مواضيع مختلفة. سوا بلشنا، سوا حققنا، سوا منكمل نجاحاتنا وإن شاء الله السنة الجاي هالصالة ما تساعنا. شكرا أهلا وسهلا.
الحلوة، شو هي المدن الصديقة للأطفال، شو دور المجالس البلدية بدعم الشباب، كيف فينا نستفيد من خبرة اتحاد بلديات ساحل المد الجنوبي اللي عم تنوضع بين ايديهم لهالشباب الطامحين لمستقبل افضل، وشو هي الخطط المستقبلية وشو دور الشباب بمواجهة التحديات. هالنقاط هالمواضيع وكتير غيرها رح نطرحها سوا على طاولة النقاش الأولى، ورح نتعرف سوا على ضيوفها مع السيدة كوزان نخلة. بس قولي شكلي ما رح حابب كثير على كوزان، رح قول نايبة الاتحاد على الحزبة. شو صار قلت النايبة عم تطالب عليك بالشعبية؟ ما هيك؟ لكن كوزان نخلة مسؤولة المكتب الاجتماعي ببلدية الشياح، تفضل. بشكر كثير كل الشباب اللي بعدهم مستمرين عم يتابعوا
ومؤمنين انه نحن وياهم سوا بدنا نخدم وطننا الكبير من خلال وطننا الصغير اللي هو المدينه من ضمن العالم. يعني حضرتكم ما بتشوفوا باعطاء الشباب فرصه المشاركه بالحكم المحلي خطوره؟ ابدا، انا بالنسبه لي وسبب قلت لكم هذه القرار، هلا رح ارجع عيد هالحديث قدام رئيسنا رئيس الاتحاد قدام زميلنا عضو الاتحاد بلديه عليا رئيس بلديه عليا. نحن بالعكس بنشوف بوجود الشباب دعم للبلديات، بنشوف بوجود الشباب تطوير للبلديات، بنشوف بوجود الشباب تنوع بالعمل البلدي. وبالعكس انت شاركتي معنا وشفتي انا لما بلشت تدريب المجلس الشبابي او اللجنه الشبابيه للاتحاد كنت عم اقول لهم انه انا دائما بقول انه اسالوني السؤالات هذه بتحسوا انه مستحيين تسالونا اياها، ما عندنا شيء نخبيه، المنيحه نحن عاملينها واللي مش منيحه ما لنا خبر فيها، واكيد مش معموله عن سوء نيه، مشان هيك لازم نوضحها. يعني بالعكس انا عندي ايمان، بعتقد انه رئيس الاتحاد عنده ايمان اكثر مني. زميلنا الغيب الله يرجعه السلامة الحين البون غاليوز رئيس بلدية الشياح وزميلنا رئيس بلدية عرين، كلنا بعتقد نحن لما بنجتمع مع بعض ونناقش الموضوع كلنا عندنا ذات التوجه وذات الأنياب. أنا قلت لكم عندي قرار، أنا مسؤول تجاه الاتحاد على تقديم كل الدعم للشباب لأي مشروع يكون مشروع بناء وفعال حتى الاتحاد يدعمه من مختلف النواحي. نحن ما عم نحكي هون على الدعم المادي بس، عم نحكي على الدعم المعنوي اللي هو اهم، ومن بعده الدعم المادي. رئيس، مع اختلاف الاعمار والرؤية اكيد لانه الشباب دائما عندهم رؤية مختلفة، شو هي الصعوبات اللي واجهتوها بالتعاطي مع فئة الشباب؟ الصعوبات قلت لك انه الصعوبات انه الشباب عندهم يعني عندهم كثير من الهموم، الهموم الجامعية، الهموم البيتية، الهموم العمل، هموم المستقبل هذي نحن اليوم هون وجود سعادة النائب اللي بيعرف وبتعرف دولة كلها، واللي اليوم نحن عندنا إيمان وقناعة إنه إن شاء الله يكون المستقبل أفضل، الشباب عندهم أول مشكلة عندهم إياها هي المستقبل، وشو ناطره؟ بخلص الجامعة شو ناطره؟ واحد حدا من أعضاء المجلس قال إنه مكتب التوظيف، مظبوط، مكتب التوظيف هو أهم شغلة لازم نعملها على صعيد الاتحاد وعلى صعيد المجلس الشبابي للاتحاد، لازم يكون في مجلس توظيف، أنا هون ناشد كل المسؤولين من كل الوزارات، يكون في دعم للشباب، دعم للشباب يعني الشباب ما بدهم حكي، الشباب تعبوا من الحكي وبدهم يسمعوا حكي، بدهم دعم فعلي. بدهم دعم جدي، بدهم دعم ثقافي، معنوي، مادي مش ضروري المادي تكون، مادي يمكن من ناحية التعليم، مادي من ناحية إنه يتعرفوا على ثقافات أخرى برا، برات الوطن، من ناحية إنه يشاركوا بمؤتمرات بالخارج، نحن هون كمان أنا بقول بالإذن من رئيس الاتحاد، نحن مستعدين إنه ندعمهم بالمشاركة، ندعمهم بالمشاركة حتى يوسعوا الآفاق تبعيتهم، حتى يوسعوا المعلومات تبعيتهم. نحن بحاجه لدعم الشباب، لافكار الشباب، لنقدر نطور مناطقنا بدنا نشرك الشباب معنا، انا هون بيعرفوا زملائي الخبراء اللي استعنت فيهم اول ما بلشنا من 2015، واللي في قسم منهم موجود وانا بشكرهم انه كان عندنا هالايمان وهالقناعه، كما وانه في الاساتذه اللي دربوا بفتره اللي كان فيها تدريب موجودين، انه الشباب عندهم حاجه لازم تتامل. بس مش كلها بتقدر تتأمن من خلال البلديات، بتقدر تتأمن كمان من خلال الوزارات المعنية بالدولة، من خلال إنه هالوزارات كمان تحس السفارات اللي هي موجودة، اليوم أنا بقول لكم شغلة، مشاريع كلها تبع المنظمات العالمية اللي موجودة هون، ما بعرف لاقي في حدا غير ولا أنا ما بعرف كمان في كثير من المنظمات مش موجودين. ما عم نشوف مشاريع لهم عندنا بمناطقنا، يعني ما عم نشوف لهم اي نشاطات بالمناطق عندنا، مشان هيك انا بقول انه الصعوبات انا بتفهمها، انا حتى يعني بتفهم وضعه من ناحيه بالنسبه للاجتماعات حتى بتعرف قديش عم نجرب نعمل اجتماع يكون يناسب اوضاع الكل ووقت الكل، بس انا عندي ايمان وقناعه انه نحن
ملتزمين بقضية الشباب، ملتزمين بدعم الشباب، ملتزمين بمشاركة الشباب المستمرة. رئيس، آخر سؤال لحضرتك، برأيك شو هي القيمة المضافة لإشراك الشباب بالحكم المحلي؟ عم نحكي على صعيد الشباب، على صعيد البلديات، يمكن على صعيد حضرتكم الشخصي. لكن القيمة المضافة هي من كل شيء، يعني أنا هون هلا هيدا آخر تقرير فصلي لبلدية الحزمية، الصورة تبعيتها اللي روي حرب هو اللي هالمجلة وهالتقرير، الصورة لمين؟ الشباب بيشوف عم يشاركوا بالرياضة. اليوم بآخر ماراثون لبيروت نحن شاركنا عندنا من الحزبية 79 مشترك بكل القطاعات. شو يعني شو هي القيمة المضافة؟ القيمة المضافة كثير. أول شيء القيمة المضافة بالنسبة لنا كاتحاد إنه شبابنا من الاتحاد يتعرفوا على بعض، شبابنا من الاتحاد يتعودوا إنه يسمعوا الرأي الثاني. يعني مثل ما عم تشوف الاجتماعات عم نحن عم نقول انه نحن بدنا نسمع الراي الاخر، بدنا ناخذ القرار بالاكثريه، بس ناخذ القرار اول واحد اللي بدافع عن القرار هو الشخص اللي بيكون مش موافق عليه. يعني جوا له حق يبدي رايه اللي بده اياه، برا المفروض يكون هو اول شخص بدافع عن القرار. يعني وجود الشباب معنا بخلينا كمان نجرب انه يحققوا احلامهم من خلال تجاوب معنا، من خلال التعاطي معنا. هلا شو بيعطوا للبلديات؟ بيعطوا كثير قيمه، بيعطوا دم جديد، بيعطوا عنفوان، بيعطوا انطلاقه، بيعطوا بخلونا نحس نحن بعتقد معلش بالاذن من زملائنا اللي اصغر مني بالعمر، بخلونا نحس انه نحن عم نعيش الشباب دايما، وجود الشباب حدنا نكون عم نحس نحن انه نحن بحاله تجدد وحاله شباب دائم. وانا بالنسبه لي عن جد انا عندي ايمان وقناعه ومستمر فيها، مهما كلفتني من جهد ومن صعوبات ومن تضحيات، مستمر بهالقناعه انه الشباب يكونوا موجودين ويشافوا ونعطيهم الاولويه بالمشاركه. نشكرك رئيس على ملخصك القيم. الشباب في كل مؤتمر كان بالداخل او بالخارج